مرحبا، أنا دكتور ضياء حجازي، اختصاصي جراحة التجميل والترميم. موضوعنا اليوم راح يكون عن عمليات شد الترهلات. عمليات شد الترهلات في ازدياد والطلب عليها في زيادة، بسبب أنه في كتير مرضى اللي عندهم سمنة مفرطة، سووا عمليات وفقدوا أوزان كبيرة وصار عندهم ترهلات. في نسبة عندهم تقريبا ممكن توصل ل 80% بصير في عندهم ترهلات بعد فقدان الوزن الزائد. فهدول المرضى ببلشوا يتجهوا لجراحة التجميل للتخلص من هاي الترهلات وللحصول على جسم طبيعي ومتناسب. هلا الترهلات بتكون في مناطق كثيرة، يعني ممكن نبلش من الوجه والعنق، ممكن تكون بالصدر سواء عند الرجال أو عند البنات أو الإناث. أيضا الإبط وأعلى الظهر من المناطق الممكن يصيبها ترهل. الذراعين ممكن أيضا يصيبهم ترهل. طبعا اكثر منطقه بصيبها ترهل هو منطقه البطن، لانه بتكون انسان هو في وزن زائد بتكون منتفخه عند معظم المرضى، فهي اكثر منطقه بكون فيها ترهل. بالاضافه بكون في خواصر واسفل الظهر. هلا كل ما بننزل تحت المرضى اللي بيفقدوا وزن حتى بصير في عندهم ترهل في منطقه المؤخره. بالاضافه هذا الترهل ممكن يكون موجود في منطقه العانه، منطقه الافخاذ. هلا عمليات ترهلات نفضل نسويها لما المريض يكون وزنه شبه طبيعي، ما بنقدر نحكي انه لازم يفقد كل الوزن الزائد، اللهم بنحكي انه يكون فاقد معظم الوزن الزائد. في نستعمل شيء هي اسمها كتلة الجسم او BMI لنحدد، بس بتفاوت من شخص لشخص، بس بشكل عام احنا بنفضل المريض يكون فاقد جزء كبير من الوزن الزائد عشان ياخذ نتيجه كويسه للعمليه. هلا شو بنقدر نعمل في عمليه واحده؟ ما بنقدر نعمل كل الجسم، احنا بنجزئ المناطق لمراحل، نفضل انه نسويهم على مرحلتين او ثلاث مراحل اذا في مناطق كثيره. هاي العمليات ما بنحب نطول فيها كثير، لانه بصير فيها ايضا فقدان دم للمريض. التخدير ممكن يطول لما يعني عملية تاخذ 7 ساعات او 8 ساعات، يعني بنفضل انه نختصر الوقت. فعشان هيك بنحدد انه ما بنقدر نشتغل كل مناطق الجسم في عملية واحدة. طب كيف بنحدد؟ هذا بالاتفاق مع المريض ورأي الطبيب جراح التجميل، ضروري جدا. فبنحاول انه بشكل عام نسوي اكثر المناطق المزعجة للمريض في اول مرحلة، وثاني مرحلة بنأجل باقي المناطق. هلا هاي العمليات فيها مضاعفات، كل عمليه في جراحه التجميل او بشكل عام بالطب، اي اجراء اي عمليه او حتى دواء فيه له مضاعفات محتمله، اللهم بنحاول نخلي هاي المضاعفات اقل شيء ممكن، لانه لازم نحسن كل الظروف الموجوده عشان تكون نسبه المضاعفات تكون قليله. بس موضوع زي حدوث التهاب، حدوث نزف، مشاكل بالتئام الجروح، أو مشاكل عامة زي حدوث التهاب رئوي أو حدوث تجلطات، ممكن ولكن نسبتها قليلة. وبالرعاية والاختيار الطبي الصحيح هاي الأرقام بتكون أقل بكتير. فبالمحصلة المرضى اللي بيسووا عمليات شد الترهلات بشكل عام نسبة الرضا عن العملية بتكون عالية، خصوصا عند اختيار الجراح التجميل في هذا الموضوع، وبالإضافة إنه يكون في عنده خبرة على اساس يقدر يعطي المريض اللي بده اياه. نتمنى انه تكونوا استفدتوا من معلومات عامه عن موضوع عمليات شد الترهلات، وسلامتكم.